استقبل فرع جامعة الحدود الشمالية في محافظة رفحة الطلاب لأداء الاختبارات حضورياً بعد تجهيز القاعات وتوفير المعقمات والكمامات وعدد من اللوحات الإرشادية. الإجراءات التي اتخذتها الجامعة منبثقة من الإجراءات التي اتخذت في المملكة العربية السعودية، وهي إجراءات لسلامة أبنائنا الطلاب، ابتداء من استقبالهم ودخولهم إلى القاعات وانتهاء بخروجهم من قاعات الاختبار. بعد أن تم الإعلان عن أداء الاختبارات حضوريا، عملت الجامعة على إنشاء إدارة للأزمة في المقر الرئيسي في عرعر، وهو ذات الأمر الذي عمل عليه القائمون على فرع الجامعة برفحة. الجامعة عملت على مستوى الجامعة إدارة تسمى إدارة الأزمة. هذه الإدارة الأزمة على مستوى الجامعة عملت كثير من الإجراءات والاحترازات التي هدفها حماية أبنائنا الطلاب. نحن هنا في فرع الجامعة بحكم البعد المكاني عن المقر الرئيسي للجامعة، أيضا عملنا لجنة خاصة لمتابعة هذه الإجراءات والتأكد من أنها مطبقة تطبيقا يضمن سلامة أبنائنا الطلاب. تحظى تلك الإجراءات المصاحبة للاختبارات بمتابعة مستمرة وبشكل يومي من قبل رئيس الجامعة، حرصا على سلامة الطلاب والطالبات. شكر خاص لمعالي رئيس الجامعة الذي يتابع بشكل خاص ويتابع بشكل يومي هذه الإجراءات والتأكد منها. أكثر من 1700 طالب يؤدون الاختبارات حضوريا في فرع الجامعة برفحة، موزعين على 4 كليات وعلى 3 فترات، وبمعدل 160 طالبا في الفترة الواحدة. لقناة الإخبارية، عبد الله عايش، رفحة.